من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القدس، رح أتكلم عن المأمورية العظمى. جبل الزيتون محبب على قلب الرب يسوع المسيح. بحب الآية اللي بتقول رجع كل واحد إلى بيته، أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون. كان عنده أصدقاء من الجهة الأخرى في بيت عنيا، مرثا، مريم وآلعازر أيضا. من هذا الجبل من الجهة الشرقية من بيت فاجي ابتدأ الدخول الانتصاري، الموكب الانتصاري بأحد السعف عندما دخل أورشليم. من هذا الجبل تنبأ عن خراب أورشليم عندما قال أورشليم: يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي، لأنك لم تعلمي ما هو لسلامك، لم تعرفي زمان افتقادك. هذه النبوات كانت على جبل الزيتون عن خراب الهيكل وعن آخر الأيام وعن مجيئه الثاني أيضا. بكى من هذا الجبل على أورشليم، وبكى أيضا عند قبر ألعازر. من هذا الجبل أيضا صعد إلى السماء، وإلى هذا الجبل بحسب نبوة زكريا وأعمال الرسل الإصحاح الأول سيرجع إلى هذا الجبل، جبل الزيتون.